أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تلقيه تهديدات شديدة اللهجة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس استعداداً لقصفه. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن محيط مستشفى القدس يشهد غارات متواصلة منذ ساعة الصباح. من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح مراسل الجزيرة هشام زقوت. هشام، إسرائيل مصرة على استهداف المستشفيات، هي تهدد إذن مستشفى القدس، أنت تتواجد الآن أمام مستشفى شهداء الأقصى، كيف تبدو الصورة من هناك؟ هناك تخوفات كثيرة من القطاع الصحي ومن المسؤولين في وزارة الصحة الفلسطينية جراء هذه التهديدات المباشرة والمستمرة للمستشفيات في قطاع غزة. مستشفى القدس ليس الأول الذي يتم تهديده للتحريض عليه من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. مستشفى القدس ليست هذه المرة الأولى التي يقوم الاحتلال الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي بالتهديد بقصف هذا المستشفى، والطلب من الأطباء والمسؤولين عن هذا المستشفى إخلاؤه. لكن الجميع يصر هنا على أن هذه مستشفيات مدنية تقدم الرعاية الصحية، وهي أصلا منهارة جراء نقص الأدوية، جراء نقص المستلزمات الطبية. وبالتالي الجيش الإسرائيلي تهديداته هي تهديدات لا ترهب هؤلاء الأطباء، وبالتالي يبقون هنا، لأن حتى عملية نقل المرضى من هذه المستشفيات هي عملية صعبة، لا تتوفر الإمكانيات لنقلهم، ولا يوجد أصلا مستشفيات تستطيع استيعاب هذا العدد الكبير من هؤلاء المرضى الذين يتواجدون في هذه المستشفيات التي يقوم الجيش الإسرائيلي بتهديدها. منذ بداية هذه الحرب الإسرائيلية يقوم الجيش الإسرائيلي بتهديد هذه المستشفيات. مستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة، وقد قصفه أو قصف جزءا منه الجيش الإسرائيلي، كذلك مستشفى الكويتي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتهديد الأكبر ربما لمستشفى الشفاء في وسط مدينة غزة ومستشفى القدس. ومستشفى القدس هو ليس مستشفى فحسب، نحن نتحدث عن مؤسسة كبيرة تحتوي العديد من المباني على العديد من الطبقات، وبالتالي عشرات بل الآلاف من العاملين والنازحين أيضا الذين لجأوا إلى هذا المستشفى لأنه يتبع للهلال الأحمر الفلسطيني، يتوفر فيه الماء، يتوفر فيها الكهرباء التي قطعها الجيش الإسرائيلي عن قطاع غزة. وبالتالي التهديد لهذه المستشفيات هو يضاف إلى الأزمات التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي لتكبيدها لهؤلاء السكان، لهؤلاء المدنيين، والاستهداف أصلا جل هذه الاستهدافات هي تستهدف منازل مدنية، مستشفيات ومحيط هذه المستشفيات، وأيضا مساجد، كما حدث في النصيرات قبل عدة ساعات عندما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مسجد بلال في المخيم الجديد في منطقة النصيرات في وسط قطاع غزة. وبالتالي هناك وصل عدد من الإصابات والعديد من الشهداء جراء هذا الاستهداف. هذه مناطق مدنية، مناطق مكتظة بالسكان، وبالتالي أي غارة إسرائيلية على هذه المناطق بالتأكيد توقع العديد من الشهداء والجرحى. بالتالي الأوضاع تزداد صعوبة، تزداد سخونة، والغارات مستمرة متواصلة تستهدف مناطق عدة ومختلفة في قطاع غزة، وجل هذه المناطق والاستهدافات هي لمنازل مدنية وتوقع العشرات من المصابين والجرحى.